حبايبنا في كل مكان، صباح الخير او مساء الخير اينما كنتم. بدء موسم زراعه البطاطس محافظه الدقهليه، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله موسم خير على الجميع. انا ثروت باسم، دي السطاره بتاعتنا. هنعمل فيديو كامل، شرح كامل عن السطاره وعن شغلها، شغل ما شاء الله، الله يبارك. بنشكر كل الناس اللي بتشوفنا وبتابعنا وبتعلق لنا تعليقات ايجابيه. قول لنا انت بتشوفنا منين وبتتابعنا من انهي محافظه، والزراعه بدات عندكم ولا لسه في المحافظه اللي انت تابع ليها. نشكر الناس مره تانية، شكرا. شوف الحلقه للاخر. في الارض السمراء بالسطاره، زراعه نص الي، خطوط 80 سنتي. يعني ايه نص الي؟ السطاره شغاله على درفيل، فجاجات باتنين رجاله بيحطوا في العيون بيلقموا للسطاره كده نص الي. ايه معنى كلمه نص الي؟ ان لسه في يد بشريه شغاله معاك على السطاره. الالي اللي بدون يد بشريه، بس طبعا في الكسر بتبقى زراعتها مش حلو. انت هنا بتحط في كل عين واحده بايدك. الالي بقى ممكن تعدي واحده وممكن تطلع اثنين او ثلاثه مع بعض. سطاره صناعه مهندس باسم اداره، عنواننا المنصوره، طريق المنصوره جمصه الدولي، بعد المنصوره ب 35 كيلو اتجاه مصيف جمصه. الخطوط بتاعتها طبعا ما شاء الله. تقدر تتحكم في الزراعه بتاعتك في غوطها وفي مقاسها ما بين الحبايه والحبايه زي ما انت عايز. معاك تروس لنقل حركه. تقدر تتحكم في الزراعه زي ما انت عايز. الزراعه طبعا بتبدا تحط في العيون. السطارة بتشتغل على جرار 45 حصان. معاك لما ال 55 حصان، المهم ان عرض الجرار ما يزيدش عن 160 او 170 سنتي، عشان الخطوط بتاعت البطاطس بتبقى 80 سنتي. الله. بنشكر كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا طبعا وبتعلق تعليقات ايجابيه. انتظرونا فيديوهات كتير عن المعدات الزراعيه. شكرا.